عيونا هذا بطلي قدم حياته أحلى هدية. نبينا أخبر بالمرويات. أيها الجماهير الأبية، نخرج في هذه الساعة لنقولها بملء الفيه أن شعب فلسطين، أن جماهير فلسطين مع قضيتنا العادلة قلباً وقالباً. والله إن أسرانا عناوين عزتنا هم فوق الرؤوس وفي بقل العيون، ولا يمكن أن ننسى قضية من ثوابتنا، قضية أسرانا. نخرج اليوم، يخرج أهل غزة، شعب شرق غزة، لنطير رسالة أولاً إلى تاج رؤوسنا، إلى عناوين عزتنا. والله إنكم في القلوب، والله إنكم في مقل العيون، اصبروا وصابروا، وإننا وعدنا وقطعنا عهداً، والمقاومة قطعت عهداً، ولن يهدى لنا بال إلا عندما تكون معنا بإذن الله عز وجل. نحتفل جميعاً بتبييض كل السجون. قالت المقاومة كلمتها، ولدى المقاومة أوراقها، وإن غداً لناظره قريب. رسالتنا لمنظمات حقوق الإنسان، ولمنظمات الأمم المتحدة، وللصليب الأحمر، أين أنتم؟ أين أنتم من هذا الإجرام ومن انتهاك حقوق الإنسان ومن التعدي على القانون الدولي الإنساني؟ أين أنتم مما يحصل لأبطالنا في السجون وهم يسامون العذاب بأبسط حقوقهم الإنسانية؟ أين أنتم يا من تتشدقون بقوانين الأمم المتحدة؟ أين أنتم وأبطالنا لا ناصر لهم إلا عزتهم وأبناء شعبهم؟